السلام عليكم. هذه مدينة مونترو، هذه كتشوفهم هنايا اللاك اون فاس ليها ديال كهيرا كاينه فرنسا ايفيون. لوتر كوتي سي كاينه جنيف، هنا جنيف انا كلشي شي قريب لشي ماشي بعد. الطبيعة تبارك الله زعما رائعة، زوتوغوت معلقين في زعما خيال، ياك شي زين. كل واحد داخل سوق راسو، والناس كاينش اللي اتي كاينش اللي نسكة ديال التران لازم هنايا. مدا بالكون طحنا عليه باغ هازار، طوموبيل كنعرفها. هادي مقبرة ديالنا. جو لي سيميتيير سيميتيير صورة القرب. هاي المقبرة ديال النصارى كي دايره، القوات المغاربه كلشي عارفه كي دايره. شوف حتى الفاز حتى لي بلونت لي اختاروهم لي كلو شي زوين. مي شي زوين كنيه تبارك الله نقي، يعني رخ نقي كل شيء، نقي السيدة وتستوى كي نقي خرج من دارو باش ينقي هاد القنت. وصافي الثقافة الكلتور ديال الناس زوينة، جبنا هاد القنت باش نولي مزيان. ما عمرو شاف مقابر النصارى كي دايرين. هذا مات في 91 وتولد في 1903، ها قبلو. شوف الناس واش دايرين، اسمع بيه في شو مسائلهم. ماشي زوين رائع. ايوا شي رائع. وهنا كاين الكنيسة هما دي نظرة خفيفة و تطلع على المجتمع الثالث. تبارك الله الكيرية فما تلفتي كتلقى المنطقة زعما لا سويس جنة على الأرض وصافي هادشي اللي كاين. تبارك الله زعما يعني واحد الطبيعة ما عمرك تشوفها تقريبا في شي بلاصة أخرى يقدر. ما شاء الله وصافي الدنيا زوينة.